أنا اسمي إيمان عفانه، مريضة ام اس في المراحل الأولى من المرض. لما اجيت هون على المركز كان عندي عدم توازن بالمشي، كنت أمشي ببطء شديد، لكن لما اجيت هون اتحسن التوازن عندي، مشيتي تحسنت، العضلات عندي أحسها قوية، يعني بقدر أتحكم فيها بشكل أفضل. أما أول لا، ما كنت بتحكم فيها نهائيا، لا بحركاتي ولا بمشيتي ولا بالتوازن، كان نهائي نهائي التوازن، ما في توازن أبدا. بس لما اجيت هنا يعني كله تحسن، صرت أحس حالي إنسانة ثانية، يعني الحمد لله رب العالمين. مدربتي دانيا كتير بيرفكت، تعلمت منها أشياء كتير، حتى إنها هي أعطتني تمارين أعملها في البيت وكتير تحسنت عليها، وأنا كتير بحبها.